أصوات مالية في إكويتي جروب، الأستاذة لينا قنوع، للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية يعني عن التطورات خلال تعاملات هذا الأسبوع، وما هي البيانات التي تؤثر على سوق العملات تحديدا؟ اهلا بك احمد. بالفعل مؤشر الدولار الامريكي عم نشوفه وعم بتراجع من جلسه امس الى اليوم. هذه التراجعات هي بسبب ترقب لبيانات التضخم التي سوف تظهر يوم الجمعه، وايضا ننتظر اليوم بيانات مؤشر اسعار المنتجين بيعطينا فكره عن التضخم. توقعات بان ياتي مؤشر التضخم، يعني نقصد اسعار السلع والخدمات بالتضخم، هو بتوقعات انه يصل بالولايات المتحدة الأمريكية ب 5.18%. هذا الرقم يعتبر مرتفع جدا، فيظهر أن الأسواق سعرت ارتفاع الدولار قبل يعني مع اجتماع الفدرالي الأمريكي الذي كان خلال الأسبوع الماضي، الذي بدأ بتقليص شراء السندات بواقع 15 مليار دولار شهريا، وسوف يبدأ بتنفيذ تلك السياسة خلال هذا الشهر أو في منتصف هذا الشهر. فسعرت عن المتداولين الأسواق بذلك، فشفنا كيف أنه شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاعات للدولار الأمريكي، وايضا ما زال عم يتحدث اعضاء الفدرالي الامريكي بان التضخم عابر ومؤقت، لكن الدولار الامريكي ربما سوف نشاهد المزيد من الصعود، المزيد من الارتفاع عندما يتم تطبيق تلك السياسه والبدء بالفعل بتقليص برنامج شراء السندات، وايضا الان استبعاد اي رفع لاسعار الفائده في وقت كان متوقع ان يكون ابكر من ذلك. يظهر انه لا يعني هناك تأخير، وليس يعني كما توجهت أغلب البنوك المركزية بأنه ليس من الضروري رفع أسعار الفائدة في وقت قريب حتى ينتهي برنامج شراء السندات. نعم، ماذا عن العملات الآسيوية؟ لاحظنا هناك تذبذب وأيضا تباين في أداء العملات الآسيوية، تحديدا الين الياباني وأيضا اليوان الصيني. ماذا يحدث هناك تحديدا؟ بالنسبة للدولار مقابل الين الياباني نشوفها كيف أنه تراجعات ودون مستويات 113. عم نشوف قوة في الين الياباني في ثقة الاقتصادية، هناك ارتفاع في مؤشر الثقة، عم نحكي عن ارتفاعات تقريبا فوق من 44 إلى 55، فبالتالي هذا عم يعطي دفعة إيجابية للين الياباني. هناك احتمال أيضا حزمة التحفيز راح يقدمها رئيس الوزراء الياباني في الفترة القادمة سوف تدعم ارتفاع الين الياباني خلال الفترة القادمة. إذا تحدثنا أيضا هناك فوارق بين عوائد طبعا السندات الأمريكية وعوائد السندات اليابانية، ما زالت تصب طبعا لصالح عوائد السندات الأمريكية، لكن السبب الرئيسي في ارتفاع الين الياباني هو البيانات الإيجابية القادمة عن الثقة الاقتصادية. هذا عم بيدعم ارتفاع الين الياباني في الوقت الحالي. لا ننسى أنه ما زال يعاني من تأثير جائحة كورونا، التضخم منخفض في اليابان، فهذا ما يدعم هذه الفترة أو هذا اليوم، أو عم نشوف كيف الارتفاعات. طبعا بالنسبة لليوان الصيني عم نشوف انه حصل هذا، نحن عم نتحدث عن تذبذب تقريبا لليوان الياباني من 6.58 وايضا 6.33 في نطاقات محدوده بالنسبه للدولار مقابل اليوان الصيني. هناك يعني اذا ما قارناه بذروه عام 2020 كان هناك كان ارتفاعات اكبر من ذلك، وخصوصا اليوان الصيني أمام العملات الأخرى أمام الدولار الأمريكي. طبعا البيانات التي جاءت من الصين كانت مقيبة للآمال، وخاصة من جهة فائض الميزان التجاري، رغم البيانات كانت إيجابية لكن في باطنها الكثير تدل على تباطؤ في الاقتصاد الصيني. وإذا نظرنا إلى عوائد أو العائد السوقي لسندات الخزانة في الصين، نحن نتحدث عن 1.2 صحيح
وإذا نظرنا إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية عم نتحدث عن 1.47، وأعلى مستويات وصلها عوائد سندات الخزانة الأمريكية عم نتحدث عن 1.70، الفارق تقريبا 150 نقطة أساس، فهي طبعا عم تصب لصالح العوائد السندات الصينية. لهذا السبب عم نشوف كيف إنه اليوان الصيني عند أعلى مستويات منذ عام 2018، وبالرغم إنه في تباطؤ في الاقتصاد الصيني وظهر جليا من الأرقام التي ظهرت وأظهرت أنه في تباطؤ في الربع الثالث، نتحدث من 20% في الربع الثالث لثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين. نعم لينا، دعينا نتحدث قليلا عن الليرة التركية. بالأمس صدرت بعض الأخبار تتحدث عن يعني توقف لعمل محلات الصرافة هناك اعتراضا على بعض القرارات التي تم اتخاذها، وأيضا يعني عوامل سياسية وعوامل اقتصادية تؤثر على الليرة التركية مقابل الدولار. ماذا يحدث وكيف أداءها خلال تعاملات هذا الأسبوع المتوقعة؟ نعم، بالنسبة طبعا للليرة التركية ما زالت تعاني، وبالفعل الدولار مقابل الليرة التركية على ارتفاعات لعدة أسباب كما ذكرت، الإضراب لمكاتب أعمال الصرافة في تركيا وإغلاقات تلك المكاتب بسبب تعديل وزارة الخزانة والمالية لبعض لوائح هذه المكاتب برفع سقف رأس المال المدفوع ضمن الفئة الأولى من 5 إلى 10 ملايين ومن مليون إلى 5 لضمن الفئة الثانية، فهذا سوف يؤدي أنه عم تطالب المكاتب أنه هذا سيؤدي إلى توجه المواطنين التوجه لشكل غير شرعي، فبالتالي أمام الليرة التركية المتوقع المزيد من الانهيارات. سنلاحظ ارتفاع للدولار مقابل الليرة التركية ربما يصل إلى مستويات أكثر من 10 و10 و15. لا ننسى أن التضخم في تركيا مرتفع بشكل كبير، نتحدث عن 19.89 في ارتفاعات أسعار الفائدة، عم نحكي عن 16%. ما زال هناك نية من قبل رجب طيب أردوغان بالرئيس التركي بأن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة للحد من تداعيات جائحة كورونا، فكلما كان هناك خفض لأسعار الفائدة والتضخم عم نشوفه بارتفاعات بشكل كبير، هذا عم بيأثر على الليرة التركية. لا غنى أيضا عن الأوضاع الجيوسياسية والأوضاع السياسية اللي عم تمر فيها تركيا، فأيضا عم بيظهر أيضا لتراجعات، فربما نرى الدولار مقابل الليرة عند مستويات أكثر من 10 إلى 10.15. نحن نتحدث عن الليرة التركية متراجعة من بداية العام 25%. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب لينا قنوع كنت معنا من دبي، شكرا لك على هذا الشرح الوافي.